تالت مسافة من مسافات السلم، وهي التالتة. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هناخد مسافة مهمة جدا 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 من مسافات السلم الموسيقي. اطلع معايا تاني، دو ري مي فا صول لا سي، وبنرجع دو دو. فاحنا اخدنا من الدو للصول مسافة 5، من الدو للفا المسافة 4. عندي بقى مسافة مهمة جدا، هي تالت مسافة هناخدها، وهي التالتة، اسمها المسافة التالتة، ثيرد. من الدو للمي زي ما انت شايف فوق اهو، من الدي اف شارب، دي اف شارب، اي جي شارب، اي جي شارب، اي جي شارب. المسافة التالتة دي انواعها ايه؟ انا عندي المسافة التالتة ديت في تالتة كبيرة وتالتة صغيرة. من الدو للمي العادية 2 تون، دو للري تون كامل، ري للمي تون كامل، لان في منصاص بينهم في على البيانو. طيب التون الكامل دوت لو انا قسمته نصين في اخر تون، فعملتها مثلا واحد ونص تون مش اتنين، فتبقى من الدو للمي بيمول، من الدو للمي بيمول، او من السي للاي فلات، من السي للاي فلات تون ونص مش اتنين تون، دي بيسموها تالتة صغيرة. فانا يبقى عندي المسافات بتاعت التالتة مش بيرفكت زي الرابعة والخامسة، انا عندي تالتة كبيرة وتالتة صغيرة، مفيش اي تالتات تاني، تالتة كبيرة وتالتة صغيرة. التالتة الكبيرة 2 تون والتالتة الصغيرة 1.5 تون. طب يا عم هتفرق بقى معايا ايه؟ تخيل بقى هتفرق كتير يا باشا. دومي ودومي بيمول، دومي دومي بيمول. تعرف ان الفرق بينهم هي الفرق ما بين الكورد الميجر والكورد الماينر. بالكورد الميجر سي سي اي جي، الكورد الماينر سي اي فلات جي. تاني ميجر سي اي جي، ماينر سي اي فلات جي، عشان كده اما بعمل كورد الباريه السي ميجر اللي انت شايفه دلوقتي دوت، الفرق بينه وبين السي ماينر ان انا الصباع اللي هو تحت خالص دوت، بس لازم اغير الوضع طبعا عشان اعمله، بينزل نص تون على المسطره هنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا. ده الفرق بين الكورد الميجر والكورد الماينر. ميجر وماينر زي ما احنا اتفقنا، الكورد بيتكون من مسافتين، مسافة من الدو للمي ومن مي للصول، تالتة كبيرة وتالتة صغيرة، تالتة كبيرة وتالتة صغيرة. لو حطيت تالتة كبيرة وفوقها تالتة صغيرة، النوتة الأعلى بتبقى التالتة الصغيرة، بيبقى الكورد الميجر. ولو حطيت العكس، التالتة الصغيرة هي المسافة الأقرب، يعني من الدو للمي بيمول، مي بيمول للصول، بتبقى هي الكورد الدو ماينر، المسافة ما بين الميجر والماينر. عشان كده المسافة التالتة دي مهمة جدا، اللي بتحدد لي لون الكورد ميجر اور ماينر. فهمنا احنا بقى الفرق بين الكورد الميجر والكورد الماينر، بس خلي بالك في الاتنين الخمسة ثابتة، المسافة الخمسة ثابتة، من الدو للصول في الميجر هي هي من الدو للصول في الماينر، هي خمسة بيرفكت فيفث. انما المسافة التالتة هي اللي اتغيرت، تالتة كبيرة في الاول في الميجر وتالتة صغيرة في الماينر.
معلش اخدم الحلقة دي كويس واشوفكوا الحلقة الجاية.